صباح الخير وأهلا بكم متابعينا في كل مكان. بداية يوم جديد هنبدأ معاكم بجولة سريعة في سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري وأيضا سعر الذهب اليوم بالأسواق، حيث كشفت البنوك المصرية في مصر عن آخر تحديث في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم ببداية التعاملات الصباحية، والذي بلغ في بنك مصر 48 جنيه و71 قرش للبيع وقيمة 48 جنيه و50 قرش للشراء. أما عن أسعار العملات الأجنبية الأخرى في مصر اليوم، فتم تثبيت سعر صرف اليورو اليوم الأحد أمام الجنيه المصري عند 52 جنيه 52 قرش للشراء، 52 جنيه 92 قرش للبيع. في حين استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم الأحد أمام الجنيه المصري عند 63 جنيه للشراء، 63 جنيه 39 قرش للبيع. أما الريال السعودي فتم تثبيت سعر الصرف أمام الجنيه المصري أيضا عند سعر 12 جنيه و90 قرش للشراء و12 جنيه 97 قرش للبيع. نروح لسعر الذهب، واللي الحقيقه بيتابعه قطاع كبير جدا من المصريين لحظه بلحظه، حيث استقرت ايضا اسعار المعدن الاصفر بعدما شهدت عده ارتفاعات خلال الايام القليله الماضيه، خاصه بعد اجتماع البنك المركزي المصري الخميس الماضي وبالتزامن مع ثبات سعر الذهب على الصعيد العالمي. اذا سجلت سعر الاونصه عالميا 2721 دولار وزال خلال عطله الصاغه الاسبوعيه. ونبدأ مشاهدينا بسعر الجنيه الذهب، واللي سجل 29600 جنيه، فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 4228 جنيه بدون مصنعية، وسجل عيار 21 نحو 3700 جنيه، أما عيار 18 فبيسجل 3171 جنيه للجرام. أكيد كتير برضه من متابعينا بيسألوا عن سعر مصنعيات السبائك ومتوسط كمان مصنعيات سبائك الذهب الحالية. سبيكة وزنها 1 جرام بتتراوح المصنعية من 85 جنيه، أما مصنعية ودمغت سبيكة الذهب ذات وزن 2.5 جرام فبلغت 66 جنيه. أما مصنعية ودمغت سبيكة الذهب 5 جرام بلغت 60 جنيه، وبالنسبة لمصنعية ودمغت سبيكة الذهب 10 جرام بلغت أيضا 60 جنيه. بلغت مصنعية ودمغت سبيكة الذهب وزن 20 جرام 56 جنيه، ومصنعية ودمغت سبيكة الأونصة التي تزن 31 جرام بلغت 56 جنيه. كده نكون استعرضنا مع حضراتكم جولة سريعة في سعر الصرف وسعر الذهب بالأسواق اليوم. شكرا شكرا جزيلا على المتابعة، وبالتأكيد اليوم على مدار يعني الساعات القادمة هنتابع مع حضراتكم كل المستجدات. كنت معكم أنا منى يحيى، وإلى اللقاء.